كينافس مراكز علمية أخرى شهيرة بحال قرطبة وبغداد. وارتقى القراويين إلى مصاف الجامعة الحقيقية في العصر الماريني بعدما تبنات العديد من المدارس حوله، كما تم إحداث كراسي علمية وخزانات. الدراسة كانت في البداية كتهتم بالعلوم الدينية، وبعدما اتسع العمر عند فاس وكثروا الوافدين عليها من أجل العلم، تطورت الدراسة أيضا وتحول الجامع إلى جامعة كتدرس علوم أخرى لها مضامين متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية. في عهد المارينيين بنيت حول القرويين مدارس متعددة، بنيت مدرسة المدارس فيها العطارين والصفارين وغيرها من المدارس العلمية التي كانت عبارة عن روافد للقرويين، لأن القرويين غصت بطلبتها وغصت بعلمائها وضاقت بأهلها، فكانت هذه المدارس أولا سكنة للطلبة من جهة، وأيضا مساعدة في الدراسة من جهة، كما أن المساجد المحيطة بالقرويين كانت هي أيضا أماكن يدرس فيها طلبة العلم الذين لم تستوعبهم أو لم تستوعبهم القرويين. هذه الجامعة توسعت وتكاثر علماؤها وقصادها من طلبة النجباء من مختلف أنحاء الغرب الإسلامي ومن المشرق الإسلامي كذلك، استقبلت العشرات من العلماء والآلاف من الطلبة، وبلغت أوجها في المرحلة في عهد الدولة المارينية بحيث تعدى عدد كراسيها 140 كرسي منضمين تحت ما يسمى بجامعة القرويين، أزيد من 20 كرسي في هذا الجامع نفسه، وبقية الكراسي كانت يعني منبتة هنا وهناك في مختلف مساجد وزوايا مدينة فاس. أصبح جامع القرويين أول معهد ديني وأكبر كلية كتدرس المواد الأدبية والعلمية بحال النحو والجغرافيا والتاريخ والمنطق والرياضيات وغيرها. وبدأت القرويين كتجذب وتثير اهتمام الكثير من الطلبة من كل البقاع. أستند إلى رأي علامة المغرب الشيخ عبد الله قنون رحمه الله في كتابه النبوغ المغربي الذي يؤرخ فيه للتطور العلمي للمغرب، يذكر أنه يصعب الحديث عن نهضة علمية أو عن بداية علمية بالمغرب الأقصى قبل بناء القرويين، فهو رحمه الله يجعل بناء هذا الصرح انطلاقة الحقيقية للعلوم في المغرب، للعلوم الإسلامية في المغرب، وحسبه هذا الشرف أن يكون هو المنطلق الذي ابتدأت منه النهضة العلمية لبلاد المغرب الأقصى. الكراسي العلمية المتخصصة من أبرز عناصر ومواصفات تدريس في جامعة القرويين، هاد الكراسي اللي جعلت منها جامعة متعددة الحقول المعرفية. المسجد خصو كيعيط الناس، تيخصو يكون مفتوح اولا الى تتكون الطرق عاديه بحال حول القرويين، طرق عاديه ما فيها يعني ما فيها لا زواق لا حتى حاجه، ولكن الزواق لداخل كيعيط تيجلبك، وفي نفس الوقت كيشوفوا الناس الماء، تيشوفوا الناس، تيشوفوا دروس، تيكون هو دايز يقول عندي واحد ربع ساعة نص ساعة غادي نتصنت على ويمكن تيمشي قاصد، تيولي عنده كاع بأن فلان مش يجي يدير الدرس نهار الثلاثاء بعد العصر مثلا أو بين المغرب والعشاء، كيشد الحانوت ديالو ويجي لذاك السيد لأن صافي تولع به واخا ما هو مقيد ما والو. وهذه فكرة الجامعة المفتوحة بدون جدران كما يمكنكم أن تلاحظوا، لا يوجد في المسجد جدران، كانت تقام الدروس هكذا تباعا انطلاقا من باب الشماعين هذا الذي خلفنا، ثم عن يمينه تباعا لسور المحراب، ثم ينعطف صعودا إلى أن يصل إلى الموقع الذي أمامنا الآن، بحيث بطريقة الاشتمال في نفس الوقت على مجموعة من الدروس المتعددة من غير أن يشوش أحد من تلك الدروس بطريقة مدروسة صوتيا
من غير أن يكون هنالك تشويش صوتي من هذا الدرس على الدرس الآخر. توالت السنون ومراحل التاريخ، واستمرت الأنشطة بجامع القرويين من تاريخ وضع أول لبنة من طرف فاطمة الفهرية. وبقدر ما كتطور مدينة فاس عمرانيا، كانت جهود حكام المغرب والمحسنين كتنصب على الاهتمام بالمسجد الجامع، سواء توسيعته أو صيانته والحفاظ عليه مستمرا في المكان والزمن. العديد من المحسنين والعديد من السلاطين والأمراء أرادوا أن يشاركوا السيدة فاطمة الفهرية في عملها الإحساني المهم الكبير الجيد المستحب، فيعني أضافوا إليها عدة إضافات، وكل سلطان وكل أمير إلا وحاول أن يزودها بشيء يعني يجعله يذكر به. هنا على سبيل المثال لا الحصر، إذا أخذنا صومعة القرويين الحالية فليست هي الصومعة التي أقامتها فاطمة الفهرية. الصومعة الحالية صومعة أقامها أحمد بن أبي بكر الزيناتي والي الأمويين على مدينة فاس. جامعة القرويين هي أقدم جامعة في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. جامعات خرجوا منها الكثير من رموز الفلسفة والدين والأدب. إذن كانت القرويين في مراحل تاريخية شيئا تشد له الرحال وتضرب إليه أكباد الإبل من المشرق والمغرب. جاءها ابن زهر العالم الشهير، وجاءها ابن خلدون وابن البنا المراكشي، ويعني لسان الدين بن الخطيب وأبو بكر بن العربي، ويعني قمم عالية من 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 العلماء في مختلف العلوم، في الرياضيات وفي الطب وفي الجغرافيا. زارها الشريف الإدريسي الجغرافي الكبير جدا، وزارها جاءها علماء كبار دارسين ومدرسين، وجاءها آخرون زائرين ومتبركين. دور الجامعة ما اقتصرش على تدريس العلم للعرب والمسلمين ومن طرفهم فقط، بل أن الجامعة كانت مفتوحة في وجه الجميع، ولذلك درسوا فيها علماء من مختلف الديانات والجنسيات، ومنهم الطبيب والفيلسوف موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي، وغيربير دورياك اللي صبح باب الفاتيكان تحت اسم سيلفستر الثاني، وهو اللي دخل الأرقام العربية لأوروبا بعد رجوعه من القيروان. كان أيضا الوافدون من المدرسين عليها في غاية التنوع، كان الوافدون عليها من الدارسين أيضا في غاية التنوع، من خارج المغرب، من داخل المغرب، حتى من ديانات أخرى. نحن نسمع عن خبر مجموعة من النصارى درسوا في هذه الجامعة، نسمع أثر موسى بن ميمون الذي درس، الذي هو من هو في تاريخ الديانة اليهودية، درس بجامع القرويين ودرس به. جامعة القرويين كانت موطن الحل والعقد ومهد العلم والحضارة، وصل بريقها إلى أقطار العالم. لم تكن القرويين جامعة علمية فحسب، إنما كانت مركزا سياسيا بامتياز، لأنه في جامع القرويين كانت تعقد البيعة لكل الملوك الذين حكموا هذا البلد، وفي القرويين أيضا كان يخلع من يخلع من الملوك في هذا البلد، وفي القرويين كان تعلن الحرب أو يعلن السلم. وأيضا مهم جدا أن نعرف أن القرويين كانت تمثل احتياطا اقتصاديا هاما جدا بالنسبة لكل الدول المتعاقبة على المغرب، لأن أوقاف القرويين كانت تماثل أو تفوق في كثير من الأحيان ما تمتلكه الدولة المغربية بكاملها.
دور الجامعة ما اقتصرش على تيسير تحصيل العلوم فقط، وإنما امتد أيضا لمجال السياسة بعدما تحولت لمهد الثورة والتعبئة وأحد منطلقات الجهاد ضد المستعمر. السؤال الذي نطرح: ماذا خرجت هذه القرويين؟ ونضع في الصورة أو مقابل الصورة فاطمة الفهرية أم البنين. خرجت علماء أفداد، خرجت نساء حتى من العالمات والفقيهات، وكنا قادرات على الإفتاء، وكنا قادرات على تعليم النساء والصغار وغير ذلك. ثم خرجت رجالا وطنيين كذلك. لا ننكر ماذا عملت أو دور القرويين في الوطنية وفي تثبيت أواصر الوطنية والذود عن هذا الوطن الحبيب وعن هذا البلد العزيز. كل هذه الأصل وكل هذه المخرجات صنعها المسجد. إذن الخلاصة هي أن أم البنين جعلت للمسجد قيمة مضافة. كانت القرويين مشكلة حقيقية بالنسبة للمستعمر الفرنسي في مجاهدته ومحاولة إخراجه من البلد، حتى اشتهر بين الناس جميعا، وهذا موجود أيضا مدون، أن ليوطي كان يقول: لا استقرار لنا في المغرب إلا بالقضاء على هذا البيت المظلم، إلا بالقضاء على هذا البيت المظلم، وكان يقصد القرويين. إذ في القرويين كان الناس يتجمعون، وكان العلماء يحرضون، وكانت الحركة كلها تنطلق منه بصفته جدرانا، أو تنطلق منه بصفته روحا يحملها علماؤه ويحملها طلابه. سبق القرويين دائما ذاك المصدر ديال الإشعاع، ولا غرابة في أن بعض المقيمين العامين عندنا في المغرب رأوا أنه ما دامت تعليم وما دامت القرويين قوية فإن يعني استقرارهم في المغرب لا يمكن أن يستمر، وفعلا لم يستمر. لماذا؟ لأن القرويين والعلماء المتخرجين من القرويين والذين أصبحوا بعد ذلك منهم القضاة والأساتذة في الجامعات ومنهم رجال السياسة، ونذكر هنا سيدي محمد بن العربي العلوي وغيرهم العلماء، كما نذكر سيدي محمد الفاسي الذي كان أحد الأساتذة الكبار الذين يعني أطروا هذه المؤسسة تأطيرا يوافق العصر الحديث. ساهمت جامعة القرويين في بناء الشخصية الإسلامية من خلال دورها في الحفاظ على الثقافة الإسلامية وحمايتها، هذه الثقافة اللي نجحت الجامعة في بصمها بالطابع المغربي الأصيل. هذه الفترة كانت مهمة جدا، بحيث أنه في الفترة الموحدية في زمن يعقوب المنصور، عندما أمر بإحراق كتب المذهب المالكي، الكتب الفقهية، وأحرق المدونة، وأحرق النوادر لابن أبي زيد القيرواني، وأحرق كتبا عديدة جدا. عندما فعل ذلك وجد من كان يدرس ويدرس بجامع القرويين من يحفظ ذلك عن ظهر قلب. نية وغاية فاطمة الفهرية أم البنين كانت نية عادية وبسيطة بمقاييس زمانها، لكن الأثر اللي بقى متجدد على الدوام بفضل هذا الصرح بقى على مر السنين، ومع تقدم المجتمع يعيد تقييم هذا الإنجاز بمعايير ومقاييس، تعيد في كل مرة وكل حقبة اكتشاف هذه السيدة من جديد، ومن خلالها دور المرأة الأكيد فاروقي الحضاري والعمراني المجتمع والبشرية جمعاء. فاس لوحة، وأيقونة هذه اللوحة هي جامعة القرويين. إذن لمن يعود الفضل بعد الله؟ يعود لهذه الفاطمة الفهرية التي انفطمت إنجاز القول على الإبداع، ولا شيء سوى الإبداع. وأتصور يوم أوقفت صيامها وصومها الرباني لتدخل إلى هذا المسجد، أكيد أن الله والملائكة تبارك مثل هذه الأعمال. هذه السيدة التي تصلح أن تكون نموذجا لا للنساء المسلمات والنساء المغربيات فقط، بل تصلح أن تكون نموذجا لكل النساء في العالم بما خلدته، فلا أظن أن صرحا علميا في العالم الإسلامي له هذه الشهرة وله هذه القيمة ارتبط بامرأة كما ارتبط جامع القرويين بشخصية السيدة فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهرية أم البنين رحمة الله تعالى عليها.
توفات فاطمة الفهرية حوالي العام 266 هجرية الموافق 878 ميلادية، ومرات 12 قرن على تأسيس أول جامعة ملحقة بالمسجد. أجيال من العلماء والدارسين مروا من جامعة القرويين اللي كانت وغادي تبقى بجوار جامع الأندلس، كتقوم بدور بارز في نشر الثقافة والعلوم.